الولايات المتحدة الأمريكية تراقب التحركات العسكرية الإيرانية عن كثب في ظل ترقب لهجوم إسرائيلي انتقامي قادم على إيران. هذا الأمر أصبح واضحا من خلال تحليق لساعات طويلة من قبل طائرة MQ-4C Triton، هذه طائرة مسيرة أمريكية عملاقة تابعة للبحرية الأمريكية قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة دون أي توقف على ارتفاع أكثر من 52 ألف قدم وبنظام تشغيلي يصل إلى أكثر من 15 ألف كيلومتر. وهذه طائرة استطلاعية تجسسية قادرة على جمع المعلومات بدقة عالية للغاية، تلتقط الصور وكذلك تسجل مقاطع فيديوية مصورة لما يجري على الأرض وعلى مسافات بعيدة وترسلها مباشرة للجيش الأمريكي. هذه الطائرة ظهرت اليوم على الفلايت ريدار 24 وهي تحلق في الخليج العربي ذهابا وإيابا باتجاه السواحل والأراضي الإيرانية كما نلاحظ، ونلاحظ من خلال هذه الصورة في الفلايت ريدار ومن خلال التسجيل الخاص بهذه الطائرة بأن قطر هنا وكذلك الإمارات العربية المتحدة هنا، ونأخذ صورة من القمر الصناعي لتوضح بأن هذه الطائرة كانت ذهابا وإيابا تحلق بهذا الشكل لتراقب ما يجري في الداخل الإيراني. وواحدة من النقاط المثيرة والمهمة التي يبدو بأن هذه الطائرة والولايات المتحدة بشكل عام تراقبها هي مدينة شيراز، هذه المدينة التي ظهرت قاعدتها الصاروخية وهي تهاجم العمق الإسرائيلي في الأول من أكتوبر بإطلاق صواريخ الفرد صوت أطلقت من هذه المنطقة. كيف عرفنا ذلك؟ من خلال تصوير جاء من أحد الركاب في إحدى الطائرات المدنية وهو كان يصور مدينة شيراز بهذا الاتجاه لتظهر الصواريخ وهي تنطلق من القاعدة الصاروخية الخاصة بهم هناك. كذلك أن هنالك المزيد من القواعد العسكرية الموجودة في هذه المنطقة، والأمر ليس مرتبطا بالقاعدة الصاروخية فقط الموجودة في شيراز، لا أبدا، بل أن هنالك كما نلاحظ 1، 2، 3، 4، 5 قواعد عسكرية خاصة بالجانب الإيراني موجودة في هذه المنطقة. وبالتالي بالنسبة للطائرات التي نتحدث عنها مثل هذه الطائرة التي ظهرت هنا وهي تحلق ذهابا وإيابا، واضح جدا هي وطائرات أخرى، هنالك طائرات KC-135 ستارا تانكر من طائرات تزويد الوقود أيضا تتواجد بشكل مكثف في هذه المناطق بالقرب من قاعدة الإعداد، كذلك هي تحلق من أجل تزويد الوقود لطائرات حربية والأكثر من ذلك لطائرات تجسسية لجمع المعلومات. والواضح جدا هنا بأن الولايات المتحدة تحاول معرفة التحركات العسكرية الإيرانية إن كانت في شيراز أو في أي منطقة أخرى في الداخل الإيراني في حالة أن إيران تتحرك للاستعداد للرد بسرعة على الجانب الإسرائيلي عندما يحدث الهجوم الإسرائيلي المتوقع أن يتم في الأيام القليلة القادمة في ظل اكتمال الانتشار الأمريكي بشكل كبير وكذلك اكتمال الكثير من الأمور المرتبطة بالقرارات الإسرائيلية حول هذه الضربة. لكن أيضا في نفس الوقت هذه الطائرات لا تجمع المعلومات من أجل مساندة إسرائيل أو حتى معرفة ما الذي تخطط له إيران، وإنما أيضا لإعطاء إنذار مبكر لدول الخليج العربي في حالة أن إيران قامت باستهداف دول الخليج العربي إذا ما قامت إسرائيل باستهداف المنشآت النفطية، وهو الأمر الذي ابتعدت عنه إسرائيل في ظل الوعود التي قدمتها للولايات المتحدة الأمريكية من طبيعة الرد الذي تود أن تنفذه باتجاه إيران. وهذه التحركات بدأت تتكثف لمثل هذه الطائرات في ظل أن ما صدر من 48 ساعة الماضية من قبل الجانب الإيراني هو مقلق للغاية، تحديدا من مصدر عسكري لوكالة تسنيم والذي تحدث بأن إيران سترد بقوة على إسرائيل إذا ما قامت إسرائيل بضرب القواعد العسكرية، المفاعلات النووية أو حتى البنى التحتية الخاصة بالجانب الإيراني. وكذلك أيضا أن القنوات الإسرائيلية مثل قناة 13 العبرية كانت قد تحدثت بأن إسرائيل ستشن قريبا هجوما كبيرا جدا على إيران، وذكرت كذلك القناة 14 العبرية أيضا بأن بنك الأهداف قد توسع الآن مع عملية استهداف بيت بنيامين نتنياهو بطائرة مسيرة مؤخرا، فإن من الممكن لبنك الأهداف الآن قد توسع وأصبح يشمل منازل كبار المسؤولين الإيرانيين هذه المرة كرد على ما جرى. وكذلك العميد المتقاعد في الجيش الإسرائيلي أمير أفيفي أيضا قد تحدث بشكل مباشر لعدد من الوكالات مثل إيران إنترناشنال، قال بأن هذه الضربة ستكون بداية لحرب قد تمتد لأشهر، وهنالك
انهيار كامل للبورصة الإيرانية بسبب كل هذه التهديدات الإسرائيلية. ارتفع الآن الدولار الأمريكي بشكل كبير مقارنة بالتومان الإيراني والريال الإيراني، وتلاحظ هنا أن البورصة باللون الأحمر، البورصة الإيرانية والسوق الإيراني في مشكلة حقيقية مع كل هذه الظروف التي نتحدث عنها. والمشكلة بالنسبة لإيران لأن إسرائيل تضغط على أهم ذراع لها موجودة في منطقة الشرق الأوسط وهو حزب الله اللبناني، وتضغط على نقاط المالية وكل من هو مرتبط بالمؤسسة المالية الخاصة بحزب الله اللبناني. على سبيل المثال ما جرى هنا من عملية استهداف إسرائيلية بطائرة مسيرة على هذه السيارة في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، وبشكل مثير للغاية إسرائيل ومن المرات النادرة تعترف تماما وتتحمل مسؤولية هذا الاستهداف، والذي اتضح بأن أحد المستهدفين هنا هو علي حسن غريب، وهذا الرجل هو مسؤول التسليح لحزب الله اللبناني. لكن إسرائيل قالت بأن الهدف الحقيقي هو قائد الوحدة 4400، الوحدة المتخصصة بعملية نقل الأموال من إيران إلى سوريا، عندما تتسلمها في سوريا من فيلق القدس الإيراني تقوم بنقلها مباشرة من سوريا إلى حزب الله اللبناني. وهذا القائد الجديد للوحدة وجاء بعدما اختارت إسرائيل محمد جعفر قصير في العاصمة اللبنانية بيروت في الأول من أكتوبر. لاحظ بعد أيام قليلة من تعيين هذا الرجل الذي حتى هذه اللحظة لم تحدد هويته تم اغتياله مباشرة، وبالتالي ليس هنالك أي مسؤول الخاص بهذه الوحدة تحديدا. ومحمد جعفر قصير هو مرتبط بحسب الانتل تايمز بعمله لسنين طوال بفيلق القدس الإيراني، تأتي الأموال من فيلق القدس إلى هذه الوحدة لتنقل الأموال أو تشتري بها السلاح وترسلها لحزب الله اللبناني. وهذا الاستهداف يأتي متزامنا مع تركيز إسرائيل على عملية استهداف جمعية مؤسسة القرض الحسن الذي يعتبر هو المصرف الأساسي لحزب الله اللبناني، 31 فرعا استهدفت في بيروت في جنوب لبنان وكذلك في البقاع. كذلك أن مستشفى الساحل، اليوم الاستخبارات الإسرائيلية فاجأت الجميع وقالت أن هذا المستشفى يوجد مخبأ أسفل هذا المستشفى تحديدا تحت الأرض، وهذا المخبأ وهذه البنى التحتية التي نراها هي بنى تحتية مالية أكثر من نصف مليار دولار موجودة خاصة بحزب الله اللبناني من العملات الصعبة، الذهب، حتى أموالا للأمين العام لحزب الله اللبناني السابق السيد حسن نصر الله كما تحدث الجانب الإسرائيلي، كلها موجودة هنا. وواضح أن إسرائيل لديها خرق كبير حول طبيعة تفاصيل وتحركات حزب الله اللبناني، وبالتالي بدأت تهدد إسرائيل المستشفيات الآن كون أن مثل هذه البنى التحتية المالية موجودة في بيروت في هذه المستشفيات. وكذلك أيضا في نفس الوقت أن إسرائيل مستمرة بالضغط على الضاحية الجنوبية في بيروت، كما نلاحظ كانت هنالك العديد من أوامر الإخلاء التي أرسلت الليلة الماضية إلى اللبنانيين في الضاحية الجنوبية. باختصار هذه هي الأهداف، واحدة من هذه الأهداف التي استهدفت للمرة الأولى على الإطلاق هي تأتي باتجاه الساحل، ساحل البحر المتوسط وملاصقة تماما لمطار رفيق الحريري. كل هذه الأهداف كانت قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي، انفجارات كبيرة للغاية ضربت بنى تحتية عسكرية، بعض المصادر تحدثت بأن هنالك حتى مؤسسة للصواريخ الدقيقة الخاصة بحزب الله كانت قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي. وهذه اللقطة لعملية الاستهداف للنقطة الموجودة طبعا والرصيف الموجود على البحر المتوسط باتجاه رفيق الحريري. كذلك أيضا في نفس الوقت أن إسرائيل مستمرة بعملية التقدم في جنوب لبنان رغم كل هذا الانشغال بالضربة باتجاه إيران وما تأتي من صواريخ باتجاه حيفا وتل أبيب، إلا أن العمليات البرية مستمرة. بحسب لبنان يونت تراكر أوضح طبيعة التقدم في آخر تحديث نشر الليلة الماضية ليوضح بأن الآن إسرائيل سيطرت على عيت الشعب، على رامية، على مروحين، ونلاحظ هنا أن هذا التقدم بقياس هذه المنطقة يصل تقريبا إلى أكثر من 3 كيلومتر بل حتى 4 كيلومتر بسيطرتهم بهذا الاتجاه بحسب اللون الأزرق كما نلاحظ. وكذلك بمراقبة الجليل الأعلى هنا سنلاحظ أن إسرائيل أيضا حققت تقدما كبيرا باتجاه النهر الليطاني، نلاحظ هنا أن إسرائيل تقدمت إلى رب 30 وسيطرت عليها، وكذلك سيطرت أيضا على مركبة، وهذا التقدم أيضا لا يبعد عن النهر الليطاني. لاحظ هذا هو النهر الليطاني كما نلاحظ
نلاحظ وتلاحظ أن التقدم أيضا باتجاه منطقة أخرى ومهمة ألا وهي زهراني وعديسة مرجعيون وكذلك باتجاه قليعة وأيضا مرجعيون. تلاحظ أن الجانب الإسرائيلي هنا لا يبعد عن النهر الليطاني إلا مسافة ما يقارب أيضا 4 كيلومتر أو 4.5 كيلومتر كي تصل إلى النقطة المهمة التي تأتي من ضمن القرار 1701. وكذلك التقدم هنا باتجاه مرجع عيون هو يعني إبعاد حزب الله اللبناني إلى الخلف وجعل حزب الله يقف ويشكل خطوطا دفاعية خلف النهر الليطاني في نهاية المطاف. بالتالي إسرائيل مستمرة بتحقيق الكثير من العمليات. والمثير بهذه المسألة أن كانت هنالك أنباء قد نشرت من جريدة الأخبار اللبنانية التابعة والمقربة من حزب الله اللبناني حول زيارة آموس هاكستين المندوب الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لحل هذه المشكلة، محاولة إيقاف الحرب بين حزب الله اللبناني وكذلك إسرائيل في زيارته الأخيرة كما نشرت هذه الجريدة. وبعدها قامت بحذف ما نشرته طبعا في الساعات الماضية. تحدثت أن آموس هاكستين قدم قرارا وقدم مقترحا من الممكن أن يؤدي إلى إيقاف إطلاق النار، لكن هذا المقترح قد رفض. ما طلبه هنا آموس هاكستين من أجل إيقاف إطلاق النار أن تنتشر القوات اليونيفيل الآن في هذه المنطقة جنوب النهر الليطاني وكذلك على مسافة أيضا من شمال النهر الليطاني بعدة كيلومترات، كيلومترين على الأقل هو المطلوب طبعا قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني، مع أعطائها التخويلات في عملية تفتيش أي منزل يشتبه به بأن هنالك عناصرا لحزب الله اللبناني تحمل أي أسلحة وكذلك أي عربة. الطائرات المسيرة فوق لبنان بأكملها أو الطائرات المسيرة أن تحلق في حقيقة الأمر من ضمن منطقة القرار 1701. وكذلك انتشار أيضا وأحقية هذه القوات قوات اليونيفيل دون العودة للحكومة اللبنانية والحصول على أي تخويل أم تراقب السواحل الموجودة باتجاه البحر المتوسط، لأن إيران عادة ترسل أسلحتها عبر البحر أو أي إمدادات من الممكن أن تصل إلى بيروت ومن ثم تصل طبعا لحزب الله اللبناني. وكذلك نشر أيضا الأبراج من شمال لبنان عبر الحدود، طبعا الحدود نتحدث هنا بين الحدود اللبنانية السورية، أن تكون هنالك أبراج مراقبة تراقب كل صغيرة وكبيرة قادمة من سوريا. عادة إيران طبعا تستغل سوريا في إرسال أسلحتها، في إرسال أموالها، في إرسال أي شيء ممكن أن يخدم لبنان، قادمة من إيران عبر العراق مباشرة إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان، أو مباشرة من إيران إلى سوريا ثم يصل إلى لبنان. وبالتالي بهذه الطريقة يكون هنالك نزع للسلاح كامل لحزب الله اللبناني، وأن طبقت هذه الشروط من الممكن أن نوقف إطلاق النار. لكن جريدة الأخبار ذكرت لم يكن هنالك أي تقدم، وعاد آموس هاكستين من دون الحصول على أي اتفاق، ووجدوا بأنه قد لا يعود أبدا من أجل العودة، وهذا هو الذي لا يعود أبدا من أجل التفاوض والدبلوماسية، وهذا هو الذي يشير بأن إسرائيل ستستمر في التقدم في هذه المناطق الجنوبية وقد تنفذ هي بنفسها القرار وتتقدم حتى إلى ما بعد النهر الليطاني، وهو الذي يزيد الأمور سوءا طبعا في منطقة الشرق الأوسط. كذلك ما هو مثير أن هنالك تقاريرا تحدثت عن تنمر من قبل النظام السوري تجاه إيران أو حتى من لبنان تجاه إيران، وهذا بالضبط الذي يخدم إسرائيل في نهاية المطاف، وهو هذه التقارير التي نقلت عبر الأوسن ديفندر ووسائل إعلام إسرائيلية. تحدثت بأن الرئيس السوري بشار الأسد اجتمع أساسا بمسؤولين إيرانيين ومسؤولين من حزب الله اللبناني من أجل أن لا يستخدموا الأرض السورية في إطلاق الهجمات مباشرة على أو سوريا عفوا أراضي سوريا باتجاه إسرائيل. وكذلك أن مصادر لسكاي نيوز عربية مؤخرا تحدثت أن الجيش السوري صادر مستودعين للذخيرة خاص بحزب الله في ريف في دمشق، في تغير طبيعي لسوريا والنظام السوري من أجل حفاظه على وضع النظام السوري وأن لا ينخرط بهذه الحرب. كذلك أن هنالك انزعاجا وتبادلا للتصريحات بين الحكومة اللبنانية وإيران، ولبنان كانت واضحة بالتصريح الرسمي، قالوا بأننا لن نكون تحت الوصاية الإيرانية. إذن هي كلها تطورات عسكرية رقابة هائلة للغاية، تطورات سياسية، ولكن يبدو أن التطورات الدبلوماسية أو التقدم الدبلوماسي ليس أو لا يشبه أبدا التطورات والتصعيد العسكري.